ديال انتوري المدير ديال جمعيه امل سلا. اليوم احنا في هذا اليوم للاحتفاء بالشخصيات المؤثره في مدينه سلا. هي مبادره يعني متميزه اللي نتمنوا لها يعني ان الاستمراريه، خصوصا انها كتعطي الامل في المدينه وكتخلي الناس على انه يعني تشتغل باش يعني يكون ذاك التكريم، رغم انه تكريم معنوي الا انه كيثبت ان مدينه سلا مدينه متحركه، مدينه ديال العمل الجمعوي، مدينه ديال التمييز. دمنا ودمتم لخدمه الصالح العام ان شاء الله. السلام عليكم، معكم زرودي محمد نائب رئيس مجلس مقاطعه تبريكت. وهذه المناسبه كنشكر جمعيه الامال وجمعيه ديال نقابه الصحافه اللي دارت هذه الالتفاته ديال التكريمات ديال هذا الشيء، كيزيدنا غير تحفيز وتنشكرهم جزيل الشكر. مع كنشوف بالنسبه للناس المكرمون منهم العمال ديال ميكومار، منهم العمال ديال سالانور، يعني الناس اللي كيخدموا لينا نهارا، هذا الشيء هذا كيزيدوا واحد التحفيز وكيزيدوا واحد الجهد، وكنشكروا المنابر ديال. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن القاضي، مقرر النقابه الوطنيه للصحافه ومهن الاعلام لمدينه سلا والرباط. اليوم كما تلاحظوا اننا في واحد الاحتفال اللي هو فريد من نوعه، وهو اللقاء اللي غادي نتلاقاو مع واحد الشخصيات وغادي نوهوهم وغادي نشكروهم على جميع المجهودات اللي تيقوموا بها في هذه المدينه الجميله. ومن بين الشخصيات اللي غادي نوهو اللي غادي نشكروه هما شخصيات سياسيه وكذلك رجال النظافه وناس ديال المجتمع المدني وصحفيين واللي تيتواجدوا في مدينه سلا، لان مدينه سلا دائما تتمتاز بواحد الحركيه لا بالنسبه للاعلام لا بالنسبه للسياسه لا بالنسبه للتراث لا بالنسبه لجميع الاشياء اللي انها كتقدم المدينه للامام. وكنشكروا كذلك السي الكاتب الاقليمي للنقابه الوطنيه للصحافه ومهن الاعلام السيد حسن البطاح، اللي تيقوم حتى هو كذلك بواحد المجهودات جباره من اجل ايصال واحد الصوت ديال الناس ولا صوت واحد الشخصيات اللي تيكونوا تيسهروا على هذه المدينه. وحنا اليوم غادي نشكروا الجميع باش ان المدينه تزيد القدام. وهكذا بان اليوم اللقاء ديالنا اللي هو بشراكه مع جمعيه المجتمع المدني وجمعيه امل سلا وكذلك مقاطعه الخمس ديال مدينه سلا وجامعه سلا. وكنشكروا جميع الناس اللي ساهموا معنا باش اننا يكون هذا اللقاء ناجح ان شاء الله، وغادي يكون ناجح بفضلكم انتم. وكنشكركم كذلك على هذه التغطيه اللي تكون تغطيه كامله، والصحافه دائما تخدم من اجل تقدم المدينة أو تقدم أي مجال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.